خوش فكرة. تابعي على المقطع إذا حاب تتعرف كيف نستأذن باللغة الإنجليزية. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، يعطيكم الصحة والعافية. مقطعنا اليوم إن شاء الله نتعرف فيه على طريقة الاستئذان باللغة الإنجليزية asking permission، وراح تعرف إن شاء الله على ثلاث طرق لعمل الاستئذان باللغة الإنجليزية. راح نستخدم ثلاث modal verbs can, could and would. في البداية بنتكلم عن the first two modal verbs can and could، وقبل أن نتكلم عنهم بنتفق على أن can and could both الفعل اللي يجي وراهم مباشرة لازم يكون base form، الجذر الأساسي للفعل، يعني نسميه infinitive verb، يعني ما نضيف في الفعل ولا حاجة s i n g e d nothing، الفعل as it is. فأقدر أقول على سبيل المثال go, use, take, borrow and other examples. So now let us see how can we use can to make a permission. كيف نستخدم can لعمل استئذان؟ وهذه طريقتنا الأولى. Can should be followed by a pronoun. لازم يتبع can ضمير. فأنا لو بستأذن لنفسي I will say can I use your phone for example. أبغى أستأذن استخدم جوالك. So I will say can I use your phone. لو بستأذن لصاحبي اللي ما يعرف لغة إنجليزية مثلا وأبغاني أستأذن إليه بقول can he use your phone. لو تلاحظوا الفعل use ما غيرناه، استخدمنا use زي ما هو لأن نحتاج إلى infinitive verb بعد can. ونفس الطريقة لو استخدمنا she, we, they, you كلها راح يكون الفعل اللي وراها مباشرة infinitive verb. خلينا نشوف بعض الأمثلة على استخدام can. Can he call you back later? Can I use your scissors? Number two باستخدام could. Can and could هالاثنين تقريبا نفس المعنى، لكن could is more polite، يعني أكثر أدب لما تستخدم could. يعني لما تقول could I بتكون تأدبا أكثر من can I. So we use could when we want to make a polite request، يعني نبغى نستأذن أو طلب بشكل مؤدب. وبنفس الطريقة راح أقول could I for example read your book، عندك كتاب أبغى أقرأ بستأذن أني أقرأ. So could I read your book. The same thing I would say could he read your book, could she, could we, could they, could you and so on. فأقدر أقول could I read your book. شوف بعض الأمثلة الأخرى. Could she write me a summary of the report. The third way of making permission by using would. الطريقة الثالثة هي باستخدام would، وهذه بتكون شوي أطول من اللي قبل. So would والفرق بينها وبين can and could إن would is less formal، يعني أقل رسمية من الباقي، يعني أستخدم مع أصحابي بين وبينهم ميانة. So I can say would it be okay if. Would it be okay if، يعني زي لما أقول إحنا عادي إني أستخدم مثلا جوالك. So I can say would it be okay if then you use the pronoun، جيب الضمير. Would it be okay if I, would it be okay if you and so on. وبنلاحظ مع استخدام would إن الفعل اللي يجي وراها مباشرة، يعني بعد ما أقول would it be okay if I، الفعل اللي راح نستخدم هني يمكن يكون إنه present or past، يعني يمكن يكون مضارع أو صيغة الماضي. فأقدر أقول would it be okay if I take or would it be okay if I talk. So take present هذا مضارع، talk الماضي. الصيغتين صحيحة في استخدامهم مع قاعدة would it be okay if. So I can say would it be okay if I take a rest. Would it be okay if I talk a rest. خلينا نتعرف على بعض الأمثلة الأخرى. Matt, would it be okay if I took the afternoon off on Friday? إذن هذه ثلاث طرق لعمل الاستئذان باللغة الإنجليزية باستخدام can, could and would. خلينا نشوف الأولاد يعرفوا يستأذنوا الآن أو لا. Can I use the mouse? Yes. يعطيكم الصحة والعافية، هذا كان مقطعنا لهذا اليوم، ولا تنسى عندك اختبار في الديسكريبشن في الوصف تحت الفيديو، اختبر نفسك وتشوف النتيجة مباشرة بعد ما تأدي الاختبار. إن شاء الله نلتقيكم في مقاطع ثانية وكونوا بخير.